يواجه مجلس محافظة نينوى تحديات وعرقلة في ظل التكتلات السياسية، الأمر الذي تمت مناقشته بين مؤسسات أكاديمية مع كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل. أكاديميون حاضروا في ندوة عقدت بجامعة الموصل ذكروا أن المؤسسات الأكاديمية ومنها كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل تعمل على تسخير إمكانياتها العلمية في إفادة مجلس نينوى عبر استضافة الأعضاء الجدد وإطلاعهم على المعالجات التي تمكنهم من تجاوز المشكلات بالحوار مع المواطنين. عقد الجمعية العراقية للعلوم السياسية بالتعاون والتنسيق مع كلية العلوم السياسية وكلية الحقوق في جامعة الموصل ندوتها الموسومة مجلس محافظة نينوى الواقع والتحديات، وذلك من أجل الوقوف على أهم التحديات التي تواجهها محافظة نينوى على المستوى السياسي والخدمي وحتى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك إطلاع أعضاء مجلس محافظة نينوى من خلال مشاركتهم بهذه الندوة على أهم هذه التحديات والمعالجات الضرورية التي لابد من أن يتم الالتفات إليها بأسرع وقت ممكن، وذلك من أجل خلق حالة من المصارحة ما بين المواطن وما بين المسؤول. حاولنا من خلال هذه الجلسات أيضا أن نطرح مجموعة من الأسئلة، ما هي التحديات اللي تواجه مجلس محافظة نينوى، كيف يمكن أن يساهم مجلس محافظة نينوى في إعادة الثقة مع المواطن، كيف ممكن أن نعيد بناء الخدمات، كيف ممكن أن نأهل المحافظة بشكل يليق بمحافظة ثانية على مستوى العراق. هذه الجلسة الثانية التي تجري في الكلية خلال أقل من 10 أيام، خلال هذه المدة ناقشنا قضايا تتعلق بالبيئة، تتعلق بالمناخ، واليوم هاي الجلسة كانت تتعلق بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسية. نطمح بأنه الرؤى اللي تخرج من خلال الأروقة الأكاديمية تأخذ مسارها باتجاه التطبيق السياسي، ووجدنا استجابة بصراحة من خلال الأخوة في مجلس المحافظة للتعاطي مع الأفكار التي تم طرحها والمعالجات وأوراق السياسات التي تم تقديمها.